عمل متواصل تؤديه ورشات فنية تابعة لوزارة الكهرباء تتوزع في كل المحافظات لصيانة محطات التحويل وشبكات النقل والتوزيع تلبية للطلب الزائد على الطاقة الكهربائية خلال فصل الشتاء. وتعد مؤسسة نقل الكهرباء المواطنين بتحسن ملموس في الواقع الكهربائي، مشيرة إلى مجموعة من النصائح لترشيد استخدام الطاقة. مدير المؤسسة العامة لنقل الكهرباء المهندس فواز الظاهر أكد لسانا أن تحسنا ملموسا سيطرأ على واقع التيار الكهربائي خلال الفترة القادمة مع تحسن واقع الإنتاج. هلا الشهر الماضي وصلنا لي تقريبا 3000، هذا الشهر وصلنا ل 4000 ميجا. 4000 ميجا رقم كبير جدا. نحن في الماضي كنا موصلين ل 1200 ميجا وات فقط، خلال السنوات الماضية كان عندنا 1200، حاليا وصلنا إلى 4000 ميجا وات، وبالتالي وضع الكهربائي جيد. وبين الظاهر أن التقنين الحالي فرضته خطط الصيانة التي تقوم بها المؤسسة. أطلقت وزارة الكهرباء برنامج الصيانة الدورية لمجموعات توليد الطاقة الكهربائية اعتبارا من 15/9 إلى 1/12. بدأنا بهذا البرنامج من 15/9. طبعا الغاية من إجراء الصيانة الدورية هي رفع كفاءة محطات توليد الطاقة الكهربائية، لأنه خلال الفترة الماضية نتيجة العمل المستمر لمجموعات توليد الطاقة الكهربائية انخفضت حمولة هذه المجموعات إلى أكثر من النصف، وبالتالي لابد من إيقاف هذه المجموعات من أجل رفع كفاءتها والاستفادة من والوصول فيها إلى الاستطاعة الإسمية لتستطيع أن تلبي الطلب على الطاقة خلال فترة الشتاء. شرفنا على الانتهاء بقي القليل من أعمال الصيانة الدورية لمجموعات التوليد، وأصبحت مجموعات التوليد جاهزة بالخدمة. وأشار الظاهر إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة وسيكون هناك استقرار في التغذية الكهربائية خلال الفترة القادمة نتيجة الحصول على هذه الكمية والتي هي كافية لتلبية قسم كبير جدا من الطلب على الطاقة خلال هذه الفترة وخلال فترة الشتاء. يعني بعد يومين إن شاء الله ننتهي تماما من أعمال الصيانة بشكل كامل، وانتهت مشكلة الحمايات الترددية التي عانت منها المواطنين. يعني أكثر كانت الشكاوى على أنه الحمايات الترددية عم تعمل، هلا خلال اليومين الماضيين توقف العمل الحمايات الترددية، حاليا صار في توازن بين التوليد والاستهلاك، وبالتالي تحسن الواقع الكهربائي وانتهت مشكلة فصولات المفاجئة وعمل الحمايات الترددية. اللافت في حديث الظاهر إشارته إلى تسطيع قطاع تبديل لمحطات التوليد بخبرات محلية ولأول مرة في سوريا وخلال ظروف الحرب، إضافة إلى أنه تم تصنيع قطع تبديلية في بلدنا ولأول مرة، وهذه بادرة لأول مرة تصير عندنا في قطر، أنه يتم صناعة قطع تبديلية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية. تم تصنيع هذه القطع التبديلية وتم الصيانة من قبل أيضا ورشات الصيانة أنفسهم دون الاعتماد على الخبرات الخارجية، وهي بادرة في المستقبل للاعتماد على الذات والاعتماد على الخبرات الوطنية في الاستمرار في هذا العمل.